هذا هو المكتوب. أشعر به في أعماقي، أشعر بأن وداعي له ينقذني من كارثة كبيرة. سأراه للحظة وأعود إلى المخيم في الحال، وينتهي كل شيء ويطوى إلى الأبد. لكن لما تهربين مني؟ لا أعرف. لما غادرت المنزل؟ لما هربت؟ لما رحلت قبل أن تكلميني؟ ألا تعرفين أنني مجنون بحبك؟ مجنون بحبك كساندرا، مجنون. كم اشتقت إليك، كم اشتقت أن أراك وأضمك بين ذراعي وأشعر بك، أشعر بحرارة جسدك قرب جسدي، أسكر بك، أشم عطرك كالزهرة. أنت كل حياتي كساندرا، كساندرا. هل تدري جئت إلى هنا وقد صممت أن أقول لك إن ما نفعله جنون، وعلينا أن نضع حدا لقصة حبنا. وما إن رأيتك حتى شعرت بالرغبة في الارتماء بين ذراعيك لأنني أحبك، أحبك. إن حبنا لا يقاوم، لذا يتملكني الضعف. إن كان هذا صحيحا فلما تعذبينني؟ لما تعذبينني وتطلبين من الانفصال؟ لا يا أميري، هناك أمور تفرقنا لا نستطيع تجاوزها. قولي، ما هي سأحطمها واحدة بعد أخرى؟ لم أستطيع. قولي ما هي، أرجوك قولي. أنا خائفة من رندو. أتخافين منه؟ اطمئني فأنا مستعد له. اطمئني. لا، وهناك أيضا أمور أخرى، أمور غامضة وأسباب نجهلها، لكنها تفرقنا دون أن ندري، وتجعل مصيري كمصير أمي. لا تقولي هذا حبيبتي، سخافات. لا لا، ربما هي شعرت بالخوف نفسه الذي ينتابني، لكنها لم تصغي إلى من هم أكثر حكمة منها، وتجاهلت تقاليد عرقها وتقاليد آلاف السنين. كان هذا في روحها يا أميري. و هربت مع الرجل الذي سبب موتها. كفى حبيبتي، كفى. لا تتحامقي، ها؟ لا تتحامقي. أضف يا أميري أن ذويك لا يحبونني بل يحتقرونني. لك عالمك ولعالمي، وحبنا سيجلب التعاسة لك ولي. لا أؤمن بهذا. يجب أن أتزوج. لا، تزوجيني. أنا أرجوك ألا تحرجني، اتخذت قراري، سأتزوج الرندو. ساعدني إغناسيو، أرجوك إغناسيو، ساعدني إغناسيو، 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 ساعدني، إغناسيو، ساعدني. كساندرا، هيا أمسكي يدي. هيا أعطيني يدك. هيا ساعدني. هيا شد معي. شد
نعم أحسنت. هكذا. هيا هيا شد معي، شد أكثر. نعم أحسنت. هكذا. هل أنت بخير؟ اهدأي اهدأي. أحسنت أحسنت. لما لم تساعدها؟ ها؟ لما وقفت بلا حراك بدل أن تنقذها؟ كنت أنوي ذلك. ولكن متى؟ عندما تقع وتهوي وتموت في أسفل الوادي هناك؟ لا أدري، كنت شاردة ذهني، كنت خائفا، ظننت أن اقترابي قد يوديه بها إلى الهاوية. ماذا جرى؟ أخبريني كيف حصل؟ لا أدري لا أدري، فجأة وقعت ولم ألحظ أنني كنت على شفير الهاوية. إنجلينكا آسف، سامحيني، أنا آسف يا صديقي، ظننت. لا أدري، شرد ذهني أثناء الحديث. لا يهمك أمرها، ألم تلحظ أنها تقف على شفير الهاوية؟ لا أدري، صدقني كنت شاردا. آسف سامحيني، أرجوك سامحيني، سامحيني على ما عرفته من خوف حبيبتي، أرجوك. أنا آسف، اسمعي، لا أعرف ما كان سيحل بي لو سقطت، صدقيني، ما كنت لسامح نفسي أبدا. هيا بنا لنعود إلى المخيم فورا. مهلا مهلا، يجب أن نتحدث. ما قلت لي عن قرار الانفصال؟ لا لا، لن أسمح به، لن أقبل به، لن أقبل به. سأناضل لأجلك حتى ولو اضطررت إلى محاربة أهلك وأهلي. إن اضطررت، لكنني أريدك زوجة لي، زوجة لي. هيا بنا. الوداع. كان الأمر سهلاً.